داشي. بصراحة أنت يا بحاجتي، أنا جاي أخلص لك قضية بتخصك. إذا خسرت في فاتورة لازم تدفع. شو هي الفاتورة؟ الفاتورة رقبتك، مشان ما يخطر لك مرة تانية تطلع لفوق كثير. في الحقيقة مو أنا دريت باللي صار معك، ولي مصلحة ساعدك وطلعك من هاي الورطة، بس بشرط. أنا بحب نظرة الخوف هاي اللي بعينيكي.